علي دول هيعملوا حفلة ويلكم للطلبة. نلبس لها ايه دي؟ ايه ده؟ ايه الحتة الحلوة دي؟ انت مالك انت؟ خليك في حالك. ايه ده؟ انت بتعاملني ليه كده يا علي؟ انا ابن ناس برضه يا جدع، انا بيوع عمدة. شكلك كده جاي رحلة اتفرج فيها على البنات وبس. امال احنا جايين ننزل الطب البيطري؟ دي سياحة، سياحة يا جدع. اوه يا ابني بقى افهم، افهم. انا جاي هنا لغرض معين في دماغي، اخد منحة لسويسرا وهاجر. فهمت؟ ايوه يبقى الخواجه دي سويسريه صح. لا ناصح، برافو عليك. ايوه يا اخي كده فريدها، انت لما تضحك بيبقى شكلك ابن ناس. اخرس شكلك كده بتميد ان احنا الفتره الجايه نبقى اصحاب. هفكر. هيفكر في ايه؟ هو هيخطبني؟ يا رب. انا هتجنن من اللي بتعمليه ده. مش ايه، مش ساكته انت؟ مش هتبطلي الخرافات اللي حطاها في راسك دي؟ ده تهريج ده. والله ما انت فاهمه حاجه، دي تعويذة الحظ. استني لما نشوف الحروف هتقول ايه. وريني كده. هقابل شخص يغير لي حياتي؟ وانتي ايه اللي عرفك؟ مش يمكن يغيرها لجحيم؟ انا بحب المغامره، فيها ايه لما اكون مؤمنه بالحظ والقدر يعني. طب بقولك ايه، ممكن اجرب؟ بعينك. لا بلاش غلاسه بقى. انهي واحدة فيهم؟ أم نضارة. ايه اللي عاجبك فيها بقى؟ اصلها شبهي، احنا الاثنين نضارات زي بعض. صاحبتها احلى. لو انت معجب بصاحبتها كلمها لي. حموت وارقص وانا هطق من الملل. النهارده الناس كلها بتتعرف على بعض، ماشي انت ناحيتهم وبتسأل وخش في الموضوع على طول. انت شايف كده؟ يلا بوم. يلا اجري بسرعه. انت مش عاجبك حاجه خالص، خليكي متفائله شويه. مش حظك قالك هتقابلي شخصيه تغير حياتك؟ الحقي اهو قدر رجالك اهو. اعترضي بقى، هو ده اللي ناقص. انت جرالك حاجه؟ القدر بيحوم حوالينا. في ايه يا عم؟ في ايه؟ شيك اول فستان ده بقى المصنوعات ولا اسر منتجه؟ لا عمر افندي. وليد الغربان بتحوم. الله بص على مين يا واد. الله ابص على مين يا حبيبي؟ هو في حد هنا غيرك يا بتاع؟ احبك في الحنين. حنين النبي يظبط لي السلطات. جامد جامد جامد. هزود الملح قوي على قد ما تقدر. ما في كده حضرتك بتدور على حاجة؟ لا أصل الحقيقة علي صاحبي. هو علي بقى صاحبك فعلا؟ طب يا سيدي ألف ألف مبروك. بعد اذنك. علي أنا دخلت واتلخبطت، كلمها لي أنت بقى. عارف إنك خيب، بس بقول لك إيه، أنا آخر مرة أقفلك في حاجة زي كده. علشان خاطري قدام. هاي ممكن لو سمحت دقيقة؟ عايز اتكلم معاكي في موضوع بس دقيقة. اوكي. يخرب بيت جمال عينيكي. ايه يا بنتي اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ نظري ضعيف. ها؟ نظري ضعيف.
ضعيف. طب ما في اختراع اسمه لينسز يعني. انا متعوده البس نظاره. انا ورايح مفيش نظارات. حلو قوي كده. ماشي. طولوا قوي هما بيقولوا ايه لبعض؟ ما اعرفش. ما تروح تساله هو بيقول ايه. لا ما هو الكلام اللي هو بيقوله انا اللي قايله له عشان ما كنتش اعرف اقوله فقلته له عشان يقوله. الظاهر صاحبك قال كل الكلام اللي قلته له. تفتكر قال كل الكلام اللي انا ما كنتش اعرف اقوله فقلته له يقوله؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي بقوله. زي ما انت طبعا انا عارف ان انتوا مستغربين انا ليه عملت الحفله في المكان الجميل ده وبالنهار، لان احنا المفروض ان احنا بتوع سياحه وبلدنا مليانه بمناظر زي ما انتوا شايفين جميله كده. وتاني حاجه عشان اثبت لكم ان احنا خارج اليوم الدراسي احنا اصدقاء واصدقاء جدا، وعايزكم تستمتعوا بيومكم بكل لحظه فيه. وهاف فان جايز. ثانك يو. ايوه يا عم ده الحظ بان عليه طلع مظبوط قوي. وانت طلعتي قروبه قوي. طب اقول لك ايه، يلا بقى نرقص احنا مش على بعض. يلا بينا. شخص مش مناسب ليا؟ يعني ايه يعني؟ هو انا كل مره يطلع لي ده؟ ايه الحظ المهبب ده يا ربي؟ اقدرك بقى هتعملي ايه؟ يعني صوم وافطر على بصله؟ دي تبقى مصيبه. كل شيء جايز عشان تبطلي تريقي عليا. اديها قلبت بنكد. ولا يهمني، دي مجرد لعبه احنا بنتسلى. ويا ما لعبوا قلب بجد. الكلام ده مع الموهومين اللي زيك، انا ما يفرقش معايا الكلام ده. غيري بقى الموضوع احسن. ماشي ماشي، بس اياكي تحطي مناخيرك في حاجه تانية. ها بطلي فضولك ده. انا كده عندي حب استطلاع، اعمل ايه بس؟ تنامي. تصبحي على خير. اطفي النور بقى. بتقول لي جاي رحله عشان البنات وانا ليا هدف